consacré à l'intervention des candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Expression directe. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد براس يعقوب ممثل عن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. أيتها المواطنات فضليات، أيها المواطنون الأفاضل، إن اليوم في هذا الحي الزمني نتكلم عن ما حققه مرشحنا السيد عبد المجيد تبون خلال عودته الأولى في محور التربية الوطنية، الذي كان عبارة عن مسار إصلاحات جوهرية في قطاع التربية، حيث كانت العهدة الرئاسية الأولى لمرشحنا الحر عبد المجيد تبون حافلة بالإنجازات في قطاع التربية الوطنية، حيث أظهرت سياساته التزاما راسخا بتحسين جودة التعليم، تحسين وتعزيز سياسات توظيف القطاع وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، أين سأستعرض معكم بعضا من أبرز هذه الإنجازات التي تؤكد على جدية مرشحنا الحر عبد المجيد تبون في جعل التعليم أساسا بناء جزائر قوية ومتطورة، من خلال أولا تحسين البنية التحتية التعليمية. منذ توليه المسؤولية عمل مرشحنا عبد المجيد تبون على تطوير البنية التحتية للمدارس عبر مختلف أنحاء البلاد ومنها مناطق الظل، أين تم بناء وتجهيز مدارس ومؤسسات تعليمية جديدة في كل الأطوار، كما تم كذلك تجديد وترميم عدد كبير من المدارس القديمة وتوسيع أخرى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة لتلاميذنا وتقليص عدد المتمدرسين في الأفواج للحد من الاكتظاظ المدرسي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحسين الظروف العامة للتعلم وضمان حصول جميع التلاميذ على بيئة تعليمية تليق بطموحاتهم وتليق بحجم دولتنا وأمتنا الجزائرية. أيضا في الشق الثاني دعم التكوين تدريب مستمر لسلك مستخدمي التربية الوطنية خصوصا المعلمين والأساتذة، أين أدرك مرشحنا أهمية المعلم والأستاذ كركيزة أساسية في العملية التعليمية، لذلك بناء على التزامه 37 في شقه الثاني نحو مستخدمي التربية الوطنية تم إطلاق برامج تدريبية وعملية تكوينية متواصلة للمعلمين والأساتذة بهدف تحديث معارفهم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث الممارسات التعليمية مما يسهم في رفع جودة التدريس وتحسين أداء التلاميذ. علاوة على ذلك أقر مرشحنا بمكان سلك التعليم لديه وبأنه محل اهتمامه البالغ، خاصة وأنه أشرف شخصيا على إطلاق إصلاحات في القانون الأساسي بما يضمن تعزيز مكانة المعلمين والأساتذة ومستخدمي التربية الوطنية وأيضا تحسين مركزهم. بالإضافة إلى ذلك أقر زيادات في الرواتب 3 مرات متتالية برفع النقطة الإستلالية 50 نقطة سنة 2022 و 75 نقطة سنتي 2023 و 2024 لتحسين القدرة الشرائية وتحسين ظروف عملهم لتحفيزهم على العطاء، ناهيك عن إعفاء موظفي القطاع الذين دخلهم أقل أو يساوي 30,000 دينار جزائري من الضريبة على الدخل، كما حرص مرشحنا على تعزيز مكانة مستخدمي التربية الاجتماعية لثقته بأنهم حجر أساس في بناء الفرد الجزائري. ثالثا تعزيز التكنولوجيا في التعليم، في ظل تطور التكنولوجيا المتسارعة أولى مرشحنا السيد عبد المجيد تبون اهتماما خاصا بإدماج التكنولوجيا في التعليم، حيث كان الرقمنة قطاع التربية الذي أصبحت جل العمليات فيه رقمية بنسبة تقارب 100% كعمليات التسجيل المدرسي، التحويل المدرسي، عملية النقل للموظفين، حجز النقاط، الكشوف المدرسية والشهادات المدرسية، وأيضا كل ما يتعلق بالوثائق التربوية أصبح مرقمنا. أيضا تم توفير الألواح الرقمية بالمدارس الابتدائية النموذجية لجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلا، وهو الذي سيستمر ليشمل كل المدارس الابتدائية على كل القطر الوطني. أيضا تم ربط كل المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنت. هذا التوجه نحو التعليم الرقمي سيساهم لا محالة في إعداد أجيال جديدة لمواجهة تحديات المستقبل وتساهم في تعزيز التنافسية العلمية لتلاميذنا على المستوى الدولي. أيضا مرشحنا أدرك أن سياسة التوظيف مهمة في قطاع التربية، أين أولاها وكانت إحدى أهم أولوياته، أين عالج مشكلة البطالة وعزز التوظيف في قطاع التربية الوطنية، أين نتكلم عن توظيف الآلاف من المعلمين الجدد في جميع المراحل التعليمية بتعداد أكثر من 62,000 منصب عمل بما ذلك في المناطق النائية والمهمشة التي كانت تعاني من نقص التأطير، ناهيك عن إدماج أكثر من 42,300 مشرف تربوي من حمل شهادات جامعية منتسبي جهاز الإدماج. إضافة إلى ذلك اتخذ مرشحنا الحر عبد المجيد تبون قرارا تاريخيا ذو أبعاد تربوية التزام بعد عهده 38 بإدراج تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي مما سمح بتوظيف 4,144 أستاذ اللغة الإنجليزية، وكذا اتخذ قرارا غاية في الأهمية يتعلق بالرياضة المدرسية ممارسة وأداء، وكذا اهتمام بالتكوين لتشكيل نخبة رياضية ترفع العلم الجزائري في المحافل الدولية، وهو ما سمح بتوظيف 12,477 أستاذ للتربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي خلال عهدته الأولى.
كما تم تبني سياسة شفافة في التوظيف على المناصب الشاغرة المحررة بناء على وضعيات خاصة تعتمد على الكفاءة والمساواة في الفرص عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية لحمل الشهادات، وهو ما ساهم في تحسين نوعية التعليم. هذه الإجراءات التي اتخذها مرشحنا الحر عبد المجيد تبون لم تعزز فقط من قدرة التعليم على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، بل أسهمت أيضا في تخفيف ضغط البطالة بين خريجي الجامعات وتوفير فرص عمل مستقرة وتحسين وضعية أكثر من 14 ألف عائلة جزائرية. أيضا حسن من جودة التعليم إضافة لتركيزه على المعلمين والتكنولوجيا. عمل مرشحنا على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع احتياجات عمل الطلبات العصر. إن الإنجازات التي حققها مرشحنا عبد المجيد تبون في قطاع التربية خلال العهد الأولى هي دليل قاطع على التزام برفعة الجزائر وبناء مستقبل أفضل لأجيالها القادمة. لذلك ندعوكم أيها المواطنات أيها المواطنين للتصويت على مرشحنا الحر يوم 7 سبتمبر والإدلاء بأصواتكم بقوة من أجل أن يواصل تجسيد التزاماته وتنفيذها خلال العهد الرئاسية الثانية إن وفق وتم اختياره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني الجزائريون أخواتي الجزائريات في داخل الوطن وخارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممثلا على المترشح السيد حسن شريف عبد العالي صاحب البرنامج الانتخابي فرصة، سأتناول معكم اليوم في هذه العجالة التعهدين رقم 35 و36 من المحور الثالث الخاص بالتنمية الاقتصادية متعلقين بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية. إخواني المواطنون أخواتي المواطنات، يعد قطاع السياحة في برنامج فرصة قطاعا استراتيجيا في إطار مقاربة التنوع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات قصد الرفع من مساهمته كقيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام، وبالتالي هو عامل أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال 1. تشجيع الاستثمار السياحي وتنويعه بما يتناسب المؤهلات والمقومات التي تسخر بها بلادنا. 2. تعزيز السياحة الداخلية من خلال تقديم عروض سياحية ذات جودة. 3. ترويج وترقية أحسن لوجهة الجزائر السياحية. 4. إعداد مخطط وطني للموارد السياحية. 5. تدقيق منظومة التقييس للخدمات والنشاطات السياحية. 6. مرافقة النشاط السياحي في المناطق المعزولة مما يسمح بخلق نشاط اقتصادي لساكنة هذه المناطق. تأهيل مطار الجزائر الدولي ليصبح منطقة عبور دولية. إخواني المواطنون أخواتي المواطنات، إن مرشحكم السيد حسن شريف عبد العالي ومن أجل تجسيد الأهداف السالفة الذكر وقصد توفير العقار السياحي وتشجيع الاستثمار وترقية الوجهة السياحية للجزائر، سيقوم بصفة استعجالية بأخذ التدابير التالية. 1. تطهير العقار السياحي لبعض المناطق التي عرفت تجاوزات مست حدودها الأصلية. العمل على إتمام عملية التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي قصد توطين مشاريع سياحية جديدة. 3. مراجعة التشريع والتنظيم المتعلق بالمصادقة على مخططات التهيئة السياحية قصد تسريع عملية الاستثمار وبما يسمح مشاركة المستثمرين في عملية التهيئة لا سيما ما تعلق بالمشاريع المهيكلة. 4. تشجيع الاستثمار السياحي ومرافقة المستثمرين للحصول على تمويل مشاريعهم مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية والتنسيق معها من أجل إيجاد صيغ ملائمة لتشجيع وتمويل إنجاز المشاريع السياحية بهدف إحداث توازن بين العرض والطلب والتحكم في الأسعار. 5. تثمين الموارد الحموية عن طريق عصرنة الحمامات التقليدية وكذا المنابع الحموية غير المستغلة وذات أهمية وطنية مع تطوير نشاطات المعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية 14. 6. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي والتسيير المؤسساتي. 7. مرافقة الوكالات السياحية لا سيما الناشطة في الجنوب من أجل تنويع المنتجات السياحية وتحسين الخدمات وفق متطلبات السوق. 8. تشجيع السياحة الداخلية بمختلف أنماطها الساحلية الصحراوية الحموية الجبلية الدينية والثقافية، وذلك من خلال تطوير هذه الأنماط السياحية وتحسين الخدمات في المؤسسات السياحية ومراجعة الأسعار بما يتناسب القدرة الشرائية للمواطنين. 9. ترقية الوجهة السياحية للجزائر عن طريق تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج والشركات الوطنية للنقل بمختلف أنواعها. 10. تشجيع السياحة الاستقبالية من خلال تسهيل وتسريع وتحسين إجراءات الحصول على التأشيرة وكذا أخذ تدابير من شأنها تسهيل الحصول على تراخيص اقتناء سيارات رباعية الدفع، يعني كات خاصة بالنشاط السياحي بولاية الجنوب. 11. تحسين النقل الجوي بإضافة رحلات للولايات الجنوبية ذات البعد السياحي. 12. تشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية من خلال الترخيص لاستعمال البناء الخفيف والجاهز. إخواني المواطنون أخوات المواطنات، ثانيا التعهد رقم 36 من برنامج فرصة والخاص بترقية الحرف والصناعة التقليدية، نسعى إلى تسديد عدة أهداف منها. 1. تكريس القطاع ليصبح رافدا أساسيا للتنمية أي النهوض به وتطوير
آليات الدعم وترقية الصناعة التقليدية. 3 حماية وترقية المنتوج التقليدي باعتماد النوعية والأصالة. 4 تطوير قدرات القطاع من خلال التكوين والتأهيل والمرافقة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سنعمل على 1 تطوير ودعم المقاولاتية في مجال الصناعة التقليدية والرفع من النسيج الحرفي من خلال دعم وتشجيع إنشاء الأنشطة وإحداث مناصب شغل إضافية مع تشجيع المقاولاتية النسوية والعمل البيتي المرأة الماكثة في البيت والمقاولاتية في المناطق الريفية ومناطق الحدودية وكذا تطوير مهارات التسيير لدى الحرفيين والتعاونيات الحرفية. 2 تعزيز عملية التكوين لفائدة الحرفيين والتعاونيات والتجمعات المهنية من خلال تأهيل وتطوير قدرات الحرفيين والتعاونيات الحرفية واكتساب تقنيات جديدة في الصناعة التقليدية وتوفير يد عاملة مؤهلة وقادرة على التحكم في وسائل الإنتاج. 3 رقمنة الإجراءات الإدارية والتعاملات مع المجتمع الحرفي في مجال خدمات قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 4 تكثيف عملية ترقية وتسويق منتجات الصناعة التقليدية على مستوى السوق الوطنية والدولية من خلال تنظيم المعارض والصالونات للترويج وخلق فضاءات جديدة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية طيلة أيام السنة وبصفة دورية مع ضمان المشاركة في التظاهرات الترقوية الترويجية بالخارج للمساهمة في ترقية صادرات منتجات الصناعة التقليدية وكذا تشجيع وتطوير وتسويق الترويج الإلكتروني والافتراضي لمنتجات الصناعة التقليدية. 5 حماية منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من خلال وضع حيز تنفيذ علامات النوعية والأصالة لمنتجات الصناعة التقليدية وكذا محاربة المنتجات المقلدة وتكريس الإجراءات القانونية لحماية منتجات الصناعة التقليدية واحترام المعايير الوطنية في المجال. 6 وضع آليات جديدة لدعم نشاطات الصناعة التقليدية من خلال توجيه مؤسسات الدعم لمرافقة وتشجيع نشاطات الصناعة التقليدية وتوفير بيئة محفزة للحرفيين وحاملي المشاريع في مجال الصناعة التقليدية واكتساب تجارب خارجية جديدة عن طريق التعاون الدولي وكذا مراجعة وتحيين النصوص القانونية التي تحكم قطاع الصناعة التقليدية والحرف. أيها الجزائريون أيتها الجزائريات ومن أجل تجسيد هذا البرنامج الطموح في أرض الواقع أدعوكم لاغتنام هذه الفرصة بالتوجه بقوة وكثافة يوم 7 سبتمبر لانتخاب السيد حسن شريف عبد العالي رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الجزائريون أيها الجزائريات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون معكم ربيع حجي مناضل في حزب جبهة القوى الاشتراكية وممثل عن المرشح للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024 السيد يوسف أوشيش الذي يحمل في برنامجه الانتخابي رؤية واضحة وشاملة تحت عنوان رؤية للغد وهي رؤية تعكس التزامه الراسخ ببناء جزائر أكثر عدالة وازدهارا. كان وما زال وسيظل التكفل بالجانب الاجتماعي للفرد الجزائري من أهم المحاور التي تميز ثقافة الأفافاس وعمق إيديولوجيته ومبدأ من مبادئه الراسخة إن لم نقل من مكونات حمضه النووي أديان منذ تأسيسه في 63 إلى يومنا هذا. أيها الجزائريون أيها الجزائريات لقد أفرد الحزب لهذا المحور جانب كبير من برنامجه الانتخابي كبصمة مميزة لأبرز الطابع الاجتماعي الذي يريد الحزب أن يصبغه على الدولة في طموحه إلى تجسيد أحد أبرز مبادئ بيان 1 نوفمبر 54 وذلك بعيدا عن الديمغاجية والشعبوية المقيتة مرتكزة في سبيل تحقيق وعوده الاجتماعية على معايير منطقية وفق دراسات اقتصادية ومالية سهرت على إنجازها كوادر اختصاصية أفافاسية بامتياز أخذت بعين الاعتبار المؤهلات الاقتصادية الضخمة للدولة الجزائرية ومواردها المالية لهذا فنحن في الأفافاس ذو رصيد نضالي لا ينكره جاحدا لم نكتفي في توزيع الوعود الخيالية على الملأ هكذا عبثا بل أرفقتنا وعودنا هذه بغد أفضل تتحقق فيه بإذن الله المكاسب الاجتماعية التي تطمح إليها كل العوائل والأسر الجزائرية قلت لقد أرفقنا هذه الوعود بشروحات ودراسة جداول لكيفية تحقيق هذه الطموحات وطرق تمويلها لضيق الوقت سوف أقتصر في تدخل هذا عن نقطتين جاءتنا في البرنامج الاجتماعي للحزب نقطتين أسالت الكثير من الحبر لأهميتها القصوى للمواطن كما أثارت أيضا من النقاش والاهتمام وهما النقطتين المتعلقتين برفع مستوى الحد الأدنى للأجور إلى 40,000 دينار جزائري كذا رفع مبلغ منحة الطالب الجامعي إلى 20,000 دينار جزائري إن الأمر لا يتعلق بتاتا بالمقدورات الجزائرية المالية لأن هذه المسألة مفروغ منها بالنظر إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي تتوفر عليها الدولة الجزائرية بل يتعلق الأمر بمسألة الحكومة وحسن تسيير هذه الموارد وإعادة توزيع هذه الثروة بطريقة عادلة وترشيد أنفاق المال العام
إن حزب الأففاس يسخر بطاقات بشرية مؤهلة أكاديمية وأخلاقية لأخذ بزمار الأمور في حالة تزكية السيد يوسف أوشيش للقيام بالإصلاحات الضرورية الكفيلة بتجنيب ما يتعرض له المال العام اليوم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن المنهوك. أيها الناخبات، أيها الناخبون، أيها الشباب، أيها الشابات، أما فما يتعلق بمنحة الطالب فيكفي أن ننظر إلى حال ما هو عليه اليوم قطاع الخدمات الجامعية من الإطعام والنقل والإقامة. يكفي فقط أن يتم ترشيد هذه النفقات لكي نرفع الغبن عن طلابنا الأعزاء بتمكينهم من منحة دراسية كافية تضعهم في منأى عن ما يعيشونه اليوم من عوز فقر مدقع نتيجة المبلغ الزهيد الذي يتقضاه الطالب الجامعي اليوم. أيها المواطنون، أيها المواطنات، إن برنامج المرشح الشاب السيد يوسف أوشيش ليس مجرد وعود، بل هو خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. نحن ندعوكم اليوم إلى دعم المرشح الشاب وبرنامجه والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق التغيير الذي نستحقه جميعا. تحية خالصة للجزائر ولشعبها الأبي، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وشكراً.